تحت شعار تنشيط المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي في ظل الجمهورية الرابعة، جاءت الانطلاقة الرسمية لهذه الدورة الثانية للمجلس للعام 2018، وذلك عقب افتتاحها رسميا بمرسوم رئاسي وقع عليه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قبيل أيام، وأن هذه الدورة ستناقش خلال أسبوعين من عمرها جملة المواضيع المتعلقة بأنشطة هذا الكيان الحكومي الذي يعد بمثابة هيئة استشارية يقوم المستشارين فيه بالإدلاء بآرائهم حول القضايا ذات الطابع الاقتصادي الاجتماعي والثقافي المقدمة من قبل رئيس الجمهورية أو الجمعية الوطنية، وذلك من أجل دراستها. وقد مثل رئيس الجمهورية في الانطلاقة الرسمية وزير الدولة الوزير المستشار برئاسة الجمهورية نور الدين دلوكا سيراكوموكاي، وسط حضور كبير لأعضاء الحكومة وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى البلاد وغيرهم. وأمام جميع المدعوين قدم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي أحمداي عبد الكريم بخيت خطابا قال فيه إنه من اللازم أن تسمى هذه الدورة بالدورة الأولى للجمهورية الرابعة، حيث أنها جاءت عقب تعزيز المنتدى الوطني الشامل دور المجلس ومهمته القيمة، وأن شعار الدورة الذي كان تنشيط المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي في ظل الجمهورية الرابعة يؤكد عمق النوايا الحقيقية لتكييف هذا الكيان الحكومي مع وضع البلاد الحالي، كما يتم من خلال هذا الشعار اعتزام مستشاري الجمهورية بإلقاء نظرة استعادة على الطريق الذي سلكه المجلس منذ بداية الحقبة الديمقراطية، داعيا جميع المستشارين إلى التفكير في كيفية تفعيل عملية تنشيط المجلس وتوضيح مهمة هذه المؤسسة التي عززها دستور الجمهورية الرابعة. كما شكر أحمداي عبد الكريم باخيت باسمه وباسم جميع المستشارين رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو صاحب مبادرة الإصلاحات المؤسسية وكفيل متابعة وتنفيذ قرارات المنتدى الوطني الشامل، مفيدا بأن رئيس الجمهورية فعل ما وعد، وذلك بإصداره أمرا يحمل رقم 022 ينص على أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي مطالب بآرائه حول مشاريع القوانين التي تحدد المبادئ التوجيهية للمال العام. وإلى جانب صلاحياته التقليدية فإن الأمر يمد مجال اختصاص المجلس حتى البيئة، كما يشارك في أي لجنة ذات اهتمام قومي في المجالات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والفنية. وعقب إعلانه رسميا أعمال هذه الدورة، قام رئيس المجلس برفقة بعض معاونيه بغرس عدد من الشتلات بمقر المجلس. من أصل الفرصة أقول له خير لما نبتدي الفروم الثاني أمام الجمهورية الرابعة، لازم بعد تفتيح الفروم نرجع هنا وندخل الشذرة في العرض. زادوا لنا مسؤوليتنا، أول ما دخلنا أنفروما حس دخلنا الأنفروما، قال الأنفروما قال الشذر، وقال الأنفروما نحتحافظ للشذر الناس بقوة أم تبولبول، وفي ده بسيفتك الرئيس على الإنستيتيون ده نطلب من أي شاد بس مهني يا تقول خالد داخل الشذرة زي ما عمل رئيس الجمهورية في القصر الجمهور، وعملنا سنتير ده وقعد عند كم سنة أنتاج ما إنشاء بزيادة مليارات، يريد أي تشادي في بيته فخشن بيته داخل الشذرة عندها دول وهي داخل الشذرة عندها أنتاج